12 بطولة مهمين جدا، ولكن من وجهة نظرك هل الماتش كان صعب؟ الماتش كان صعب مش على المستوى الفني، هو كان صعب على المستوى الخططي اللي بيلعب بيه الترجي، ان هو ازاي بيقفل الماتشات وما بيبقاش فيه مساحات، ما بيخليش اي فرقه قدامه تقدر يبقى فيه مساحات تقدر تلعب فيها بشكل مستريح. ويمكن كنت معاك انا في حلقه قبل الماتش وقلت الماتش الاولاني صعوبته اللي كان في تونس صعوبته بفرقه الترجي فنيا احنا احسن منها بشكل كبير جدا صحيح على مستوى الثلاث خطوط، ولكن المدرب بتاعهم كاردوزو والاسلوب الخططي البحت في الدفاع اللي بيلعب بيه هو اللي كان مدي شويه قلق، ولكن الحمد لله برضو بخبره لعيبه النادي الاهلي ولعبتنا عندهم خبره كبيره جدا بيقدروا يتغلبوا على كل حاجه بيشوفوها في 90 دقيقه. صحيح احنا بس في الماتش يا كابتن اللي يقول لك ما شفناش مثلا هجمه خطر من الترجي على مرمى النادي الاهلي باستثناء الكره اللي كنا انا وحضرتك بنتكلم فيها ما بين بره الهوا، يعني الكره اللي بتاعت اللي اتلعبت لساسو وحطها بيمينه على الشوطة. شمال الشوطه بتاعت ساسه بالظبط، هي دي الكرة الوحيدة اللي كانت فرصة طوال المباراة اللي لعب في نص الملعب، ما فيش مصطفى شوبير ما جاتلوش حاجة خالص. صحيح حتى في الماتش الأولاني هما ليهم فرصة في أول دقيقتين اللي بالهيدز راس الحربة، مظبوط، وبعد كده ما لهمش فرص خالص فرص. وده برضو مش من فراغ، هما فرقة لو أنت اديتها برضو مساحة وما كانش عندك لعيبتك عندها تمركز جيد في الدفاع لا ممكن يلعبوا عليك، ولكن احنا لعبتنا لعيبه النادي الاهلي اللي بيميزهم على المستوى الافريقي والمستوى المحلي ازاي وانت بتهاجم كل لعيب بيوصل للنقطه اللي المفروض يوصل لها، وانت بتدافع اللعيب يرجع يوصل للنقطه اللي المفروض يكون فيها. بمعنى سهل شويه، تمركز لعيبه النادي الاهلي اكبر ميزه بيتميزوا بيها، وحفظهم لواجبات مراكزهم برضو بتفرق كتير جدا. فعشان كده مفيش فرقه تقدر ان انت تلعب عليك كوره ولا تقدر تجيب فيك جوان، ولا بتلاقيش غلطات، ما بتلاقيش نسبه التركيز بتبقى عاليه جدا، بتلاقيش حد سرحان. يعني احنا الحمد لله فرقه تقيله ولعبتنا فرقه لعيبه تقيله، وزي ما بقول لك اسعدونا واسعدوا مصر كلها. مين من وجهه نظرك هو نجم هذه البطوله؟ كل الفرقه يعني بصراحة كل الفرقة، كل واحد اشترك في هذه البطولة كان نجم على مستوى عالي جدا. أوكي. على قدر المسؤولية، كلهم تحملوا المسؤولية بشكل كويس جدا، حتى اللي كان بعيد ورجع يلعب